السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا هي راح ناخذ نوع آخر من الويندو اللي هو الكيسر ويندو. بالمحاضرة السابقة أخذنا أنواع من الويندو اللي هي هامينج هانينج وإلى آخره، لكن هذه الأنواع من الويندو ما بيها فد بارامترات معينة بحيث أقدر أتحكم بيها، حتى يعني أتحكم يعني أغير بيها حتى أتحكم بالباس باند ريبل والستوب باند اتينيويشن، اللي كان هو عندنا الترانزيشن باند ويث. الترانزيشن باند كانت هي يعني تتناسب عكسيا ويا اللينث مال الويندو، يعني كل ما زاد الام الترانزيشن باند اتقل، لكن بالنسبة فيما يخص الباس باند ريبل والستوب باند اتينيويشن، هذه كانت يعني تعتمد على شكل الويندو، ما كان اكو فد بارامتر اقدر يعني اتحكم بيه حتى ازيد او اقلل من هذه الربط. لذلك راح ننتقل يعني نستخدم نوع ويندو اخر اللي هو الكيسر ويندو، اللي راح يكون بيه بارامتر اقدر اتحكم بيه للسيطرة على الربط. طبعا الحالة المثالية بالنسبة للفلتر انه نحصل على نارو مين لوب و سمولر ستوب باند ريبل. المين لوب اذا تذكرون هي تمثل لي هذا الجزء، ذكرناها بالمحاضرة السابقة. هذا الجزء هو يمثل لي المين لوب، وهذه اللي هي الستوب باند ريبل، كل ما كانت قيمتها اقل كل ما كان افضل. وهنا عندي المين لوب، كل ما كان الويث مالته ضيق كل ما كان افضل، على مود انه ما تدخل فد كومبوننت او اجزاء احنا ما نحتاجها او ما نريدها. طبعا الويدث مال المين لوب هو يحدد لي الترانزيشن باند، يعني كل ما كان الويدث مال المين لوب يكون يعني عريض كل ما الترانزيشن باند بالنتيجة راح يزيد. واحنا يعني الحالة المثالية انه نريد نحصل على اقل الترانزيشن باند، يعني عرض الترانزيشن باند كل ما كان قليل كل ما كان افضل. والريلاتيف هايست سايد لوب، ريلاتيف هايست اوف سايد لوب راح يسيطر على حجم الريبل ان امبليتيود ريسبونس. طبعا احنا ما نقدر، احنا قلنا قبل قليل ذكرنا انه الحاله المثاليه انه يكون الويث مال المين لوب يكون نارو والسايز مال الستوب باند اتينيويشن الامبليتيود مالته يكون قليل. احنا طبعا ما نقدر انه نقلل من عندهم اثنيناتهم نفس الوقت، يعني ما نقدر نقلل المين لوب النارو يعني العرض مال المين لوب ونقلل السايز مال الربل بنفس الوقت، لازم كل شيء يكون على حساب شيء اخر، يعني يكون اكو تريد اوف بيناتهم اثنيناتهم. الاوبتيمم الاوبتيمم ويندو، يعني احنا نحصل على الاوبتيمم ويندو كل ما كانت النسبة بين الانيرجي اللي بالفريكوانسي باند اوميجا ايكوال 0
على ال على التوتال انرجي، يعني النسبة بين الانرجي بالاوميجا ايكوال زيرو على التوتال انرجي. كل ما زادت هذه النسبة كل ما يكون الويندو تقترب من الاوبتيمم ويندو. يعني هنا انا اقصد بيها انه هنا عندي الانرجي هنا انا عندي ات اوميجا ايكوال زيرو على التوتال انرجي، هذه هي الراشيو اللي اقصد بيها. كل ما كانت هذه النسبة عالية كل ما راح نقترب من الاوبتيموم ويندو. الكيسر ويندو هو هذا، هاي الاكويجن مالته W of N equal I not of البيتا في جذر واحد ماينس N ماينس ألفا على ألفا الكل تربيع على I not of البيتا. بالنسبة لهذه الـ I not هذه شو تمثل لي؟ تمثل لي zeroth order modified Bessel function of the first kind. تحسب من هذه المعادلة، هذه المعادلة يعني هنا أنا مثلا عندي الـ I zero of البيتا هنا أنا شنو مثلا هنا أنا عندي البيتا هنا أنا كأنما تقابل لي الاكس وهكذا تحسب من هذه السيريز. زين هسه راح نشوف انه عندي نتعرف على البارامترات اللي موجودة بهذا النوع من الويندو. الالفا هي شو تمثل؟ تمثل الام اوفر 2، تمثل لي الام اوفر 2. زين راح نجي نتعرف على البارامتر اللي هو المهم بهذا النوع اللي هو البيتا، وراح نشوف بالرسومات زيادة هذا البارامتر شنو راح تأثر على شكل الريسبونس مال الفلتر ونقصانه شنو راح يأثر. هسه لو نروح على الرسم مباشرة راح نشوف انه عندنا هذه الماجنيتيود ريسبونس لعدة حالات من البيتا. هنا عندي لما البيتا زيرو شنو راح يكون الريسبونس؟ الريسبونس راح يكون هو ريكتانجولار ويندو. وراح نلاحظ انه كل ما هنا هسه مثلا عندنا البيتا 5 عندي صار هذا الشكل، هذا المنقط هذا. زين البيتا equal 8 صار عندي هذا الشكل، هذا اللي دا ارسمه بالازرق. نلاحظ انه كل ما زادت قيمة البيتا الويندو شنو تكون؟ تكون مركزة اكثر، يعني تصير ضيقة اكثر وبالنتيجة تكون مركزة اكثر. زين وهنا عندنا ايضا الفيجر الثاني التأثير قيمة البيتا. نلاحظ من هذا الرسم انه كل ما كانت البيتا قيمتها قليلة كل ما المين لوب، هذا المين لوب شبي صار ضيق، لكن على حساب شنو؟ على حساب انه الربل ستوب باند ربل هنا حجمها زاد. وكل ما زيدنا في قيمة البيتا كل ما قلت هذه قل السايز مال ربل مال ستوب باند ربل، لكن على حساب انه شنو؟ على حساب الويث مال المين لوب اللي هو هذا من نائل هنا زاد. فهنا عندي دي يصير اكو فد تريد اوف، يعني زيادة على حساب نقصان، يعني زيادة الويث مال العفو نقصان
السايز مال الربل على حساب الزيادة بالويث مال المين لوب، ونقصان الويث مال المين لوب على حساب زيادة السايز اوف الربل. هنا عندنا هذا الرسم اللي هو سي المفروض، هذا يوضح تأثير قيمة الام. هنا عندي عفوا البيتا قيمتها ثابتة، هنا عندي هذا الرسم اللي هو البيتا قيمتها ثابتة، قيمتها 5، لكن الام هي اللي تتغير مرة 10 مرة 20 مرة 40. نلاحظ انه كل ما زادت قيمة الام راح نحصل على مين لوب يكون قليل، لكن السايز مال الربل ما راح يتأثر. فقط اللي راح يتأثر بهذه الحالة راح يتأثر الويث مال المين لوب. هذا الكلام طبعا هذا الكلام اللي هو شرح على الرسم اللي هسه وضحته. زين، لذلك احنا حتى نبدي بالديزاين مال الفلتر لازم شنو؟ لازم نوجد قيمة البيتا المطلوبة حتى المطلوبة اللي تحقق لي المواصفات مال الفلتر اللي هي تكون معطاة من خلال الـ A و AS وهكذا. سراح نشوف طبعا أكو خطوات لتصميم الفلتر باستخدام الكيسر ويندو. زين، هنا أنا عندي معادلة 15 اللي هي العلاقة بين البيتا والـ A، يعني عند كل قيم من قيم الـ A اشقد تكون البيتا قيمة البيتا المناسبة إلها. طبعا هذا يفسر الشيء اللي شرحناه بالرسم. الـ A هي شنو؟ الـ A هي ماينس 20 لوج الدلتا. الدلتا مثل ما تعرفون هي تمثل لي الإرار، فهنا عندي ماينس 20 معناته شنو؟ انه كل ما زاد هذا الايرور كل ما شنو؟ كل ما قل الاي. زين، فطبعا هنا الايرور بالبيك يعني مال الربل، كل ما زاد الايرور بالبيك مال الربل كل ما قلت قيمة الاي. فنلاحظ انه بحالة البيتا زيرو هنا يكون البيك ربل الربل السايز مالتها يكون عالي، وبالنتيجة الاي حتكون قليلة. وهذا الكلام اللي فسرناه من خلال هذا الرسم، انه شفنا انه حالة البيتا زيرو هنا عندي السايز مال الربل شنو؟ كان عالي. زين، هذه طبعا المعادلة راح نحتاجها بالديزاين، يعني احنا راح نطلع قيمة الـ A من هذه المعادلة اللي هي ماينس 20 لوج العشرة للدلتا، وبالاعتماد على قيمة الـ A اللي راح تطلع لنا راح نختار او راح نحسب قيمة البيتا المناسبة. يعني مثلا اذا كانت الـ A قيمتها اصغر من العشرين، العفو اصغر من 21، فمعناته هنا أنا أختار قيمة البيتا زيرو. إذا طلعت لي قيمة الـ A بين 21 والخمسين، فمعناته شنو؟ أحسب البيتا من خلال هذه المعادلة. إذا كانت الـ A أكبر من 50، هذه أحسب معناتها أحسب البيتا من خلال هذه المعادلة. هذه أنا من أجيبها؟ أجيبها من الـ specification مال الفلتر. يعني مثلا أنا أريد أسوي فلتر بمواصفات معينة، انه يكون الاي مالته
ضمن يعني مثلا الاي مالته 56 مثلا، فاذا اريد احصل على اي 56 لازم البيته شلون ايش قد تكون قيمتها بحيث انه احصل على الاي 56 على سبيل المثال. فشلون اني راح اعرف القيمة المناسبة للبيتة اللي تنطيني اي قيمة 56؟ راح احسبها من خلال هذه المعادلة. يعني هنا أنا عندي اذا كانت الاي 56 يعني معناتها هذه الحالة اللي هي الاي اكبر من 50، فراح احسبها من خلال هذه المعادلة الثالثة. هذه هي الفكرة، انه اني من خلال دا اتحكم من خلال قيمة البارامتر بيتا. زين، هسه لو طبعا هنا أنا عندي الدلتا هاي اخذناها بالمحاضرة السابقة، هي نطلعها من الماكسيموم الفاليو بين الدلتا بي والدلتا اس. الفيجر الاخير انه شنو شو يوضح لي؟ يوضح لي البيتا as a function of stop band attenuation، طبعا وعلاقته بالويندوز الفيكسد ويندو اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة. سنرجع على هذا الرسم، هذا الرسم الاخير، راح نشوف انه عند كل قيمة من قيم البيتا راح الـ AS تكافئ لي فد نوع اخر من الويندو. يعني مثلا لما البيتا زيرو الـ AS هنا نشقد راح تكون قيمتها؟ راح تكون 21. فهسه لو نرجع شوية للمحاضرة السابقة، لو نرجع للتيبل اللي أخذناه، هذا التيبل اللي هو يخص انواع الويندو اللي اخذناها، راح نشوف انه بحالة الريكتانجلر ويندو الـ AS قيمتها جيد 21، البارتلت ويندو مثلا الـ AS قيمتها 26. الرسم اللي هسه احنا دا نشرحه انه راح ينطيني عند كل قيمة من قيم البيتا جيد الـ AS اللي ممكن تطلع لي، وكل قيمة من قيم الـ AS هنا أنا راح تكافئ لي نوع ويندو من أنواع الفيكس ويندو اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. فهسه لو نرجع للرسم راح نشوف أنه الـ AS اللي قيمة الـ AS اللي تنطيني نوع ويندو ريكتانجولر ويندو هي لازم بحالة انه تكون البيتا تساوي صفر. من بيتا تساوي صفر الـ AS راح تكافئ لي قيمة الـ AS اللي بالريكتانجولر ويندو. لما مثلا عندي هنا البيتا تساوي 2 او شوية اقل من الاثنين، تقريبا 2 او شوية اقل من الاثنين، فهنا عندي الـ AS اللي راح تطلع لي راح تكافئ، راح تطلع 26، راح تكافئ لي الـ AS اللي هي بالـ Partlet Window. فهنا عندي هذه الرسم يوضح العلاقة بين الـ Parameter Beta اللي هو موجود بالكيسر ويندو اللي راح يكون For Equivalent Fixed Window اللي هي الانواع الفيكس ويندوز اللي هي الانواع الويندو اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة. يعني عند كل قيمة من قيم البيتا شنو راح يكافئ لي نوع من الويندو؟ يا نوع من الويندو، عند كل قيمة من قيم البيتا يا نوع راح تكافئ لي من الويندو، طبعا على اساس قيمة الـ AS. قيمة الـ AS هي اللي راح تحدد لي انه يعني عد هذه القيمة من البيتا هنا أنا راح تكون الويندو مكافئة مثلا للريكتانجولار بارتلت هامينج بلاكمان وإلى آخره.
هذا الكلام اللي هسه ذكرناه، انه حالة الريكتانجولار ويندو الاي اس حيكون 21 دي بي، وايضا شفناه بالتيبل. زين، عندي هذه المعادلة اللي هي شنو اللي تخص الكيسر ويندو اللي راح تربط لي بين الام والاي والدلتا اوميجا. طبعا راح نحتاجها بالحسابات، وهسه من راح يعني نروح نحل مثال راح نعرف ايش وقت راح نرجع لهذا القانون وراح نطبقه. هنا أنا عندي هذه هي الخطوات اللي راح نحتاجها حتى نصمم FIR فلتر باستخدام الكيسر ويندو. مثل ما أخذنا procedures حتى نصمم FIR فلتر باستخدام الأنواع الويندو الفيكس ويندو اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، أيضا الكيسر ويندو هنا راح تكون عندنا فد خطوات راح نمشي عليها حتى نصمم فلتر باستخدام الكيسر ويندو. عندي أولا راح تكون عندي فد معطيات اللي هي الفلتر سبيسيفيكيشن، يعني أنا شنو أريد مواصفات الفلتر، يعني المواصفات اللي أريد أحصل عليها. المواصفات اللي أريد أحصل عليها اللي هي فلتر سبيسيفيكيشن راح يعني تكون معطيات من خلال هذه، معطى من خلال هذه البارامترات اللي هي أوميجا بي، أوميجا إس، أي بي، والأي إس. هذه اللي هي تحدد لي مواصفات الفلتر اللي أريد أصممه. هنا عندنا احنا بالاعتماد على هذه المواصفات اللي هي تكون المعطى بالمعطى، يعني تكون معطاة بالسؤال، راح يعني نستعمل الكيسر ويندو لتصميم هذا الفلتر بهذه المواصفات. فأول شيء ان هذه هي الفلتر سبيسيفيكيشن اللي ذكرنا انه تكون معطاة. من عدها راح نطلع الربلز اللي هي دلتا بي والدلتا اس، وهنا عندنا راح نطلع الدلتا. هذه نفس الاشياء اللي او نفس طريقة الحساب اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة، انه شلون نطلع الدلتا بي والدلتا اس والدلتا من الاي بي والاي اس. زين، الأوميجا سي راح نحسبها منين؟ الأوميجا سي هي من أوميجا بي زائدا أوميجا إس على 2. طبعا هذه الخطوات مال التصميم هي فور لو باس فلتر. راح ناخذ نوع آخر أيضا من الفلتر اللي هي حتكون الخطوات مشابهة لهذه الخطوات. الخطوة الثانية قلنا أنه راح نحسب الأوميجا سي اللي هي مجموع الأوميجا بي بلس أوميجا إس على 2. زين، راح نوجد البارامتر أي اللي هو مين نطلعه من ماينس 20 لوج الدلتا. زين، والدلتا أوميجا مثل ما تعرفون هي هنا أنا عندي أوميجا إس ناقص أوميجا بي. زين، هسه أنا حسبت البارامترات اللي هي أوميجا سي و أي ودلتا أوميجا. زين، شلون راح استعمل هذه البارامترات حتى أحسب البارامترات اللي تخص الكيسر ويندو اللي هي البيتا والأن. فهنا أنا عندي راح أوجد القيمة البيتا، يعني هنا أنا بما معناه أنه يعني هذه السبيسيفيكيشن، يعني هذه مواصفات الفلتر اللي أريد أصممه بكذا قيمة من الـ AS وكذا قيمة من الـ AB وكذا قيمة من الـ Delta B والـ Delta S، دا أريد أصمم فلتر بهذه المواصفات باستخدام الكيسر ويندو. هنا بهذه الحالة لازم أوجد شنو القيمة المناسبة للبيتا اللي تعطيني هذه المواصفات. فهنا منين راح نحسبها؟ راح نحسبها من معادلة رقم 15.
والام راح نحسبها اللي هو اللينث، راح نحسبها من المعادلة رقم 16. طبعا اذا كانت الام هي odd هنا أنا لازم نزيد نزيد قيمتها بواحد. حتى نحصل على السيمتريك اللي هي بالحالة الأولى اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، لما تكون even بحيث أنه تكون سيمتريك. هنا أنا عندي تايب 1 فلتر. زين، هسه نروح على المعادلة رقم 15 حتى نشوف انه شلون راح نقدر نحسب من عدها البيتا. شوية نخلي نمسح لين صارت واضحة. هنا عندنا احنا حسبنا قيمة الـ A طلعناها، بالاعتماد على قيمة الـ A اللي راح تطلع راح نحسب البيتا عن طريق وحدة من الحالات. يعني إذا طلعت الـ A أصغر من 21 مباشرة حقول البيتا المناسبة هي 0. إذا طلعت الـ A بين 21 و50 راح أحسب البيتا من خلال هذه المعادلة. إذا طلعت الـ A أكبر من 50 فراح أحسب البيتا من خلال هذه المعادلة. معادلة رقم 16 اللي هي راح أحسب من عندها قيمة الـ M. إحنا عندنا الـ A طلعناها، الـ A معطات، يعني مو معطات، وإنما عرفنا شلون نحسبها اللي هي من ماينس 20 لوج الدلتا، والدلتا طلعناها من المينيموم بين الدلتا بي والدلتا S، والدلتا بي والدلتا S حسبناها من الـ AB والـ AS، والدلتا أوميجا أيضا حسبناها، فمباشرة نطبق القانون وراح نطلع قيمة الـ M. هسه شنو بعدين راح نوجد الامبولس ريسبونس مال الايديال لو باس فلتر، وراح بعدين بالخطوه رقم 6 نضرب هذا الايديال لو باس فلتر نضربه بالامبولس ريسبونس بالويندو حتى نطلع الامبولس ريسبونس اللي هو الاتش او في الان. نرجع للمعادله رقم 12 اللي هي بالمحاضره السابقه راح ناخذها اللي هي الامبولس ريسبونس مال الايديال لو باس فلتر. هذه هي معادلة رقم 12. احنا عندنا الام طلعناها وراح نحسبها، يعني نطلع ال HDO في الان اللي هي الامبولس ريسبونس مال لو باس فلتر من خلال هذه المعادلة. زين، الآن راح بنقطة رقم 6 راح نحسب. هسه هنا قلنا طلعنا الامبولس ريسبونس مال ايديال لو باس فلتر، هنا راح نحسب الامبولس ريسبونس مال الفلتر اللي هو اللي راح يكون نضرب الويندو اللي هي مال الكيسر ويندو بهذه الحالة اللي عندنا في الامبولس ريسبونس اللي حسبناها من الخطوة رقم 5 اللي هي من المعادلة رقم 12. طبعا هذه هي W of N اللي تخص الكيسر ويندو. هذه
زين. الآن راح ناخذ مثال راح نطبق به هذه الخطوات. عندنا هنا consider the low pass linear phase FIR filter. هذا linear phase FIR filter بهذه المواصفات اللي هي الأوميجا P 0.25 باي، الأوميجا S 0.35 باي، الAB هي 0.1 dB، الAS 50 dB. نريد انه نصمم هذه الفلتر بهذه المواصفات باستخدام الكيسر ويندو. طبعا هذه القيم هي نفس القيم بالإكزامبل 3-2 اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة. طبعا الغرض انه حتى نشوف يعني شنو الادفانتج اللي حصلناه باستخدام هذا الويندو. زين، نطلع الاي 50 دي بي اللي هي نطلعيها احنا من المحاضرة السابقة، الأوميجا سي اللي هي أوميجا بي بلس أوميجا اس على 2 واللي هي حتطلع 0.3 باي. راح نستخدم معادلة رقم 15 و16 حتى نحصل على قيمة الفاليوز مال الكيسر ويندو اللي هي البيتا والام. البيتا هسه احنا طلعت لنا الاي 50 من هذه، بالاعتماد على هذه القيمة اني راح نقدر نحسب قيمة البيتا. لو نرجع شوية للمعادلة رقم 15، هذه معادلة رقم 15 طلعت البيتا طلعت الاي قيمتها 50، يعني ضمن يارينج ضمن هذا الرينج، لان هذا الرينج هو يشمل الاي اكبر من 21 اكبر او يساوي 21 واصغر او يساوي 50. فهنا أنا عندي الأي ضمن هذا الرينج، فبالنتيجة البيتا أحسبها من هذه المعادلة. جربوا أحسبوها بيتكم، المفروض تطلع نفس الناتج. بمجرد أنه أعوض بقيمة الأي، هنا أنا 50، هنا أنا أيضا 50، حسابات بسيطة تحسبوها راح تطلع لكم قيمة البيتا حوالي 4.5. هذه قيمة البيتا اللي راح تطلع اللي هي 4.5. الأم طلعت 59، مين حسبنا الام؟ حسبناها من معادلة رقم 16 اللي هي احنا عد نعوض بقيمة الاي 50 وقيمة الدلتا اوميجا واللي هي 0.1 باي على ما اتذكر. وراح نطبق هذه المعادلة البسيطة ونحسب الام. جربوها احسبوها بيتكم وشوفوا النواتج. زين، الآن طلعت لنا 59. احنا قلنا ان بالحالة الأول انه راح نزيدها بواحد، فهنا حنختار الام قيمتها 60 for type 1 filter. زين، بعدين شنو راح نحسب؟ راح نحسب الامبولس ريسبونس اللي هي الاتش او في الان. شلون راح نحسبها؟ لا، راح نضرب الامبولس ريسبونس مال اللو باس فلتر في الكيسر ويندو اللي هي معادلة رقم 13، وراح نحصل على الاتش او في الان. طبعا يعني بالمثال السابق، ال اللي حصلناها يعني سوينا السبيسيفيكيشن، سوينا ديزاين للأفاي آر فلتر باستخدام الهامينج ويندو بالاعتماد على السبيسيفيكيشن فلترز الفلتر المعطاه، وكانت ال قيمتها 64. هنا احنا بحالة الكيسر ويندو حصلنا يعني قدرنا انه نصمم الفلتر بالسبيسيفيكيشن المعطاه بلينث اقل اللي هو مقداره 61. هذا هو الرسم مال الماجنتيود ريسبونس، امبلس ريسبونس، ماجنتيود ريسبونس، الابروكسيميشن ايرور والى اخره مال
الاكزامبل اللي هسه علينا. طبعا هنا عندنا راح نعيد نفس الخطوات على نوع فلتر اخر اللي هو الباند باس فلتر، وراح ناخذ عليه مثال، لكن هذا المثال راح نكمله بالمحاضرة الجاية ان شاء الله. قبل لا نبدي بالمحاضرة الجديدة نشرح هذا المثال البسيط، وانا اريد من عندكم انه تقروا هو الخطوات مالته تشبه الخطوات اللي شرحناها باللو باس فلتر. مجرد هنا أنا عندي هذه الحالة هي باند باس فلتر، اقروا اطلعوا عليه، وانا ان شاء الله قبل المحاضرة الجاية راح اشرحها وابدي بالمحاضرة الجديدة، لكن حبيت اخفف عنكم شوية لان عندكم امتحان، فحتى تصير شوية اقل. ان شاء الله تكون المحاضرة واضحة، واي سؤال او استفسار اسألوني وان شاء الله اجاوبكم. شكرا جزيلا.